مرحبا أصدقائي، اليوم غنهضرو على لو كابيتاليزم. لو كابيتاليزم أو النظام الرأسمالي. دونك النظام الرأسمالي دونك سي ان سيستيم ايكونوميك او اون فاصون دورغانيزي ليكونومي كي روبوز سور لاكوميلاسيون دو كابيتال. يعني هذا هو التعريف ديال لو كابيتاليزم. دونك لو كابيتاليزم هو سي لو كابيتاليزم سي ان سيستيم، هو واحد النظام، هو واحد النظام ايكونوميك. سي ان سيستيم ايكونوميك يعني نظام اقتصادي ايكونوميك. C'est un système économique où une façon, bien sûr, d'organiser l'économie, c'est un système économique où la façon d'organiser l'économie qui repose sur l'accumulation de capital. يعني هو واحد النظام اقتصادي ولا واحد الطريقه اللي كننظموا بها الاقتصاد، بحيث انه كيعتمد على تجميع الثروة وتجميع رأس المال. دونك الخصائص ديال لو كابيتاليزم، يعني من الخصائص ديالو، يعني لو كابيتاليزم يعني هو واحد النظام اقتصادي ولا واحد الطريقة يعني باش كننظموا الاقتصاد ديالنا اللي كتعتمد على الرأس مال. يعني هو كيتميز بلاكسي او كابيتال، يعني كيف كنقولوا لاكسي او كابيتال، يعني سهولة الحصول على رأس المال. طبعا كيعتمد على لي بنك، على النظام البنكي، يعني الأبناك اللي كيعطيو قروض للناس، ولا لا بورس، يعني البورصة يمكن لك تستثمر أموالك، شراء أسهم، بيع الأسهم، بيع السندات والحصول على المال في المقابل. دونك لاكسي للكابيتال. وعندنا لا بروبريتي بريفي، يعني هذا النظام الرأسمالي كيتميز بالملكية الخاصة، يعني كيتميز بالملكية الخاصة. دونك لا بروبريتي بريفي، يعني عندي شي أرض ولا عندي شي حاجة، و سيغتو لي مويان دو برودكسيون، يعني لا بروبريتي بريفي دي مويان دو برودكسيون يعني الملكية الخاصة يعني العكس للنظام الاشتراكي، لأن وسائل الإنتاج كتكون كتمتلكها الدولة. النظام الرأسمالي وسائل الإنتاج كتمتلكها أنت كشخص، يعني من حقك أنك تمتلك يعني لي ماشين دو برودكسيون باش أنك تقوم بعملية الإنتاج، يعني بالعلاقة من واحد المبادرة شخصية. وأيضا la recherche يعني هادو هما الخصائص ديال هاد النظام الرأسمالي. la recherche continue de profit. la recherche continue de profit يعني البحث المستمر على الأرباح. يعني كيفاش هاد la recherche continue de profit؟ يعني المينيميزاسيون دي كو دو برودكسيون، يعني واخا يكونوا دي موفيز كونديسيون دو ترافاي، دونك il faut toujours minimiser le coût de production. يعني نخدم الناس، نعطيهم دي سالير اللي هما هابطين بزاف، نستغلهم يخدموا بزاف تسوي بواحد السالير اللي هو هابط بزاف، ويخدموا في واحد الظروف اللي هي سيئة جدا. دونك المهم عندنا حنا في هذا النظام الرأسمالي هو البحث المستمر والدائم على الربح، يعني نستغل الخدامة
a tendance à minimiser les salaires à un niveau minimal. يعني هذا النظام الرأسمالي كيحاول أنه يهبط هذه الأجور والسالير، يعني الأجور الأقصى الأهبط يعني مستوى ممكن. Hausse des prix, c'est une tendance qui répond à la loi de base de l'économie, le gain. يعني كيحاول هذا النظام الرأسمالي أنه يزيد الأثمنة ويقلب على الربح على ظهور الناس والمستهلكين. Donc, la révolution industrielle du 19e siècle n'est pas seulement le résultat des innovations techniques, يعني هذيك الثورة الصناعية ديال القرن 19 ماشي فقط نتيجة ديال الابتكارات والاختراعات التقنية، mais elle correspond également à une profonde mutation de la structure économique et du pays qui s'industrialise. يعني الثورة الصناعية هي أيضا واحد التغير عميق وتحول في الهيكلة ديال الاقتصاد وفي النسيج الاقتصادي ديال الدول اللي بدات كتصنع، بدات كتدخل في هذا التصنيع، في عملية التصنيع، وبدات كتدخل في هذه الموجة ديال الثورة الصناعية. Donc, un capitalisme nouveau soutenu par une forte production se met en place. يعني على إثر هذه الثورة الصناعية ظهر لنا واحد النظام رأسمالي جديد اللي هو مدعوم بالإنتاجية الكثيرة. إذا الثورة الصناعية جابت لنا النظام الرأسمالي وقواته لنا ورسخاته لنا أكثر فأكثر. إذا هذا النظام الرأسمالي ولا لو كابيتاليزم، دونك شنو هما يعني لي زوريجين، يعني الأصول ديال هذا النظام الرأسمالي، دونك لي زوريجين ديال دو كابيتاليزم. دونك الرأس يعني الأصول ديال هذا النظام الرأسمالي. دونك بليزيوغ تيب دو كابيتاليزم سو سون سيكسيدي دون ليستوار، يعني عبر التاريخ هذا النظام الرأسمالي كان يعني مجموعة من الأنواع ديال هذا النظام الرأسمالي. هذا النظام الرأسمالي في مجموعة من الأنواع. يعني عندنا النظام الرأسمالي اللي هو تجاري اللي هو بان في الأول، يعني كيتسمى لو كابيتاليزم كوميرسيال. هذا لو كابيتاليزم كوميرسيال، لو كابيتاليزم كوميرسيال يعني هو بدا في العصور الوسطى وتم ترسيخه وتثبيته في القرن 16 والقرن 18. دونك هذا النظام الرأسمالي التجاري لو كابيتاليزم كوميرسيال اللي كيميزو انه مستقل تماما على السياسة والحكم داخل البلد. كان عندنا واحد النظام رأسمالي تجاري، ولكن هذا النظام الرأسمالي التجاري لو كابيتاليزم كوميرسيال ما عنده حتى شي علاقة بالناس اللي كيحكموا وبالحكم وبالسياسة بالواقع السياسي. دونك كان في معزل، يعني كان يعني بعيد على السياسة. هذا لو كابيتاليزم كوميرسيال كان بعيد على السياسة ومستقل على السياسة. من بعد جاء لو كابيتاليزم اللي هو ليبرال، لو كابيتاليزم ليبرال، يعني واحد لو كابيتاليزم، يعني واحد الرأسمالية ليبرالية اللي بانت في القرن 19. هذه بدات واحد يعني بدات كتأثر في السياسة. يعني هذا لو كابيتاليزم ليبرال، النظام الرأسمالي الليبرالي، بدا كيأثر في السياسة شيئا فشيئا. يعني كما شفنا في الاول النظام الرأسمالي لو كابيتاليزم كوميرسيال كان مستقل وما عنده حتى شي علاقة بالسياسة، مستقل عن السياسة. النظام الرأسمالي الليبرالي يعني لو كابيتاليزم ليبرال هو نظام رأسمالي بان في القرن 19 اللي بدا كيتحكم شيئا فشيئا في السياسة، وبدات الخصائص يعني المميزات اللي كتبنى عليهم هذا النظام الرأسمالي الليبرالي كتأثر في السياسة داخل واحد البلد، إلى أن وصلنا في القرن 20 لو كابيتاليزم انستيتيوشنال. دونك هذا نظام رأسمالي اللي مؤسس ودستوري، يعني هو نظام واحد رأسمالي
اللي هو اللي كيتحكم في القوانين وكيتحكم في السياسة ديال البلدان. دونك النظام الرأسمالي ولا كيتحكم في السياسة ديال البلد، ولا كيتحكم في الحكم، ولا هو النظام الرأسمالي، ولا هو الحاكم اللي كيحكم في البلاد. النظام الرأسمالي ولا هو اللي كيحط القوانين، ولا هو اللي كيحرك المجتمع. دونك هذا النظام الرأسمالي ولا كيأثر على السياسة، والسياسة كتكون خاضعة ليه، وكتكون كتستمد يعني الحركات ديالها والأعمال ديالها من طرق التفكير الرأسمالية جدا. إذا شفنا بأن الأصول ديال النظام الرأسمالي عبر التاريخ، بدينا بواحد نظام رأسمالي تجاري، لوكابيتاليزم كوميرسيال اللي ما عنده حتى شي علاقة بالسياسة داخل واحد البلد. مشينا لواحد لوكابيتاليزم ليبرال اللي بدا كيبان في القرن 19، اللي بدا كيأثر على السياسة شيئا فشيئا. وشفنا في الأخير لوكابيتاليزم انستيتيسيونيل، يعني هذاك النظام الرأسمالي اللي بان في القرن 20، اللي كيأثر وكي وكي وكيقول لنا يعني هو اللي كيفرض على السياسة كيفاش غادا توجه وكيفاش غادا تكون الايديولوجيات ديالها. دونك لا ريفوليسيون اندستريال كونستيتوي لو فيريتابل ديبي دو كابيتاليزم. دونك دائما كنبقاو نرجعوا للثورة الصناعية وكنقولوا بان الثورة الصناعية كانت هي البداية الحقيقية ديال النظام الرأسمالي، car il représente non seulement un bouleversement des techniques de production caractérisées par l'introduction des machines, le machinisme, mais aussi un phénomène plus complexe incluant des transformations démographiques et institutionnelles comme la suppression des contraintes réglementaires touchant l'activité économique. Donc, cette théorie scénarienne هي واحد البداية حقيقية لهذا النظام الرأسمالي، لأنها ماشي فقط واحد التحول في التقنيات الانتاج ويعني وانتشار الالات والمكننة يعني الماشينيزم، ولكن ايضا هي واحد ظاهرة صعبة جدا اللي كتضمن تحولات ديموغرافية وتحولات على مستوى الدولة من حيث يعني القضاء على العوائق والقوانين اللي كتتحكم في الاقتصاد. يعني الاقتصاد ولا يعني السوق ولا كيتمشى بواحد الشكل حر، يعني والدولة بقى عندها بعض الأدوار اللي هي الحماية فقط ولتوفير واحد الوسط يعني آمن. إذا لي بيليي دو، دابا غنشوفو لي بيليي يعني الأعمدة الأساس اللي كيقوم عليه هاد لو كابيتاليزم. دونك دو لي بيليي يعني الأساسات والأعمدة اللي كيقوم عليها لو كابيتاليزم، لي بيليي دو كابيتاليزم. دونك لي بيليي دو كابيتاليزم، دونك هاد النظام الرأسمالي لو كابيتاليزم غوبوز سيغ بليزيوغ بيليي. دونك هاد النظام الرأسمالي كيعتمد على مجموعة من الأعمدة ومن الأساسات المهمة. عندنا أولا la propriété privée. اولا لا بروبريتي بريفي او الملكيه الخاصه، دونك كي بيرمي او انديفيدو دو بوسيدي دي بيان ماتيريال تير ميزون اي اي ماتيريال اكسيون اوبليغاسيون اكسيتيرا. يعني هاد الملكيه الخاصه الملكيه الفرديه كيمكن الاشخاص والافراد من انهم يملكوا اشياء ماديه وملموسه كالاراضي والمنازل الى غير ذلك، واشياء غير ماديه غير ملموسه كالاسهم وكالسندات يعني داخل البورصه. دونك هذه لا بروبريتي بريفي. من بعد لا بروبريتي بريفي يعني من بين لي بيلي ايضا ديال لو كابيراز، يعني من بين الاعمده اللي كيعتمد عليها النظام الراسمالي، عندنا لانتيغي بيرسونيل او البحث عن المصلحه الشخصيه، يعني فقط المصلحة الشخصية ولا يهمنا المصلحة العامة. دونك لانتيغي بيرسونيل، لانتيغي بيرسونيل او المصلحة الشخصية يعني لا يهمها المصلحة العامة بشكل مباشر. دونك لانتيغي بيرسونيل دونك كي بوس لي انديفيدو ا اجير سولون لور بروبر افونتاج يا لو ماكسيميزي، يعني الناس
والافراد كيتصرفوا حسب المصلحه ديالهم الشخصيه، وكيحاولوا يطلعوا يعني هذه المصلحه ديالهم ويكبروا الحدود ديالهم والمنفعه ديالهم قدر الامكان. انسونسيبل على بريسيون سوسي بوليتيك، يعني الناس ما كيهمهمش يعني المجتمع السياسه كيفاش دايره، الناس كيهمهم غير المصلحه ديالهم الشخصيه. دونك سي انديفيدي سون كوردوني فينيس non coordonnés finissent néanmoins par profiter à la société comme s'ils étaient guidés par une main invisible, comme le dit Adam Smith dans La richesse des nations. Donc, هاد الناس هادو في بحثهم على المصلحة الشخصية، كل واحد فيهم كي بحث على مصلحته الشخصية، في النهاية كيوليو كيقدموا خدمات لبعضياتهم بشكل غير مباشر بلا ما يحسوا، وكأن واحد اليد خفية اللي كتنظم هاد المصالح بيناتهم كما قال ادم سميث في الكتاب ديالو ثروه الامم. دونك هاد لانتيغي بيرسونيل هو بالنسبه لادم سميث هو شي حاجه مزيانه للايكونومي، لان مثلا داك الجزار اللي كيفيق مع الربعه الصباح وكيجيب واحد البهيمه مزيانه وكيذبحها وكيسلخها وكيعلقها، ما كيديرش هادشي كامل حبا في الناس وفي الزبائن اللي غادي يجيو يشتريو من عنده ديك قطعه اللحم، وانما هو كيقلب على المصلحه ديالو الشخصيه اللي هي انه يبيع هذاك اللحم وياخذ ربح على هذاك اللحم. فبلا ما يحس قدم خدمه للناس انها موفر لهم واحد المنتوج طري وجميل جدا. وهكذا دواليك، يعني كل شخص كي في بحثه على مصلحته الشخصيه يقدم خدمة لشخص آخر. دونك فالناس خليهم أنهم يتبعوا المصلحة ديالهم الشخصية، فبلا ما يحسوا بلا ما يكونوا متافقين بلا ما يكون واحد تناغم بيناتهم، غادي يقدموا واحد الخدمة للصالح العام بشكل غير مباشر، وكأن واحد يد خفية اللي كتنظم هذا الاقتصاد بشكل أوتوماتيكي. دونك هذا لانتيغي بيرسونيل. ايضا من بين الاعمده اللي كيعتمد عليها النظام الراسمالي هو لا كونكورونس، النظام الراسمالي كيعترف بلا كونكورونس او المنافسه، كيعترف بالمنافسه، يعني ما كاينش الاحتكار، ما كاينش الدوله هي اللي كدير كل شيء، ممكن المنافسه. اذا لا كونكورونس يعني كنخليو لي زونتربريز ليبر دو بينيتري et de quitter le marché. يعني واحد المقاولة هي حرة أنها تدخل واحد السوق أو تخرج منه. maximise la prospérité sociale c'est-à-dire la prospérité commune des producteurs et des consommateurs. donc هاد المنافسة اللي كتكون شرسة، أي واحد يقدر يدير أي حاجة، أي واحد يقدر يخدم أي خدمة، أي شركة تقدر تستثمر في المجال اللي حبات، هاد الشيء كيزيد من 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 السعادة من الازدهار ديال الاقتصاد، وبحيث كل شيء كيستافد، كيستافدوا المنتجين وكيستافدوا حتى المستهلكين من هاد لا كونسوماسيون. يعني قد ما كانت لا كونسوماسيون كل ما الناس كتقدر اي واحد من حقه يدخل يكسب المال، وقد ما كانت المنافسه قد ما الناس المستهلكين غيستافدوا من الجوده ديال المنتوجات، لان ملي كتكون المنافسه شديده المقاولات كيتنافسوا بيناتهم تكون غيقدم منتوج باحسن جوده وباحسن ثمن، وهذا طبعا في مصلحه الزبائن. دونك من بين الامور الاعمده واللي بيلي اللي كيعتمد عليها النظام الراسمالي هو لو ميكانيزم دو مارشي. دونك لو ميكانيزم دو مارشي. دونك النظام الراسمالي كيعتمد على واحد الميكانيزم ديال السوق، ميكانيزمات السوق، واحد الميكانيزم دو مارشي. دونك الدوله ما كتدخلش كثير بزاف في النظام الراسمالي، مي كيبقى السوق هو اللي كيحدد لينا الثمن، دونك كي ديتيرمين لو بري دون فاسون ديسونتراليزي بار لي انتيراكسيون انتر اشتور اي فوندور. دونك لي بري ديتيرمين انسويت لافيكتاسيون دي ريسورس. دونك الثمن كيتحدد لينا داخل السوق بشكل حر، يعني في علاقة ما بين العرض والطلب، يعني حسب العرض والطلب حسب عدد المشترين وعدد البائعين كيتحدد لينا الثمن بشكل بعيد على قرارات الدولة وتدخل الدولة في السوق. دونك ناتشورالمون اون في دو تاندر لو بلي غون ساتيسفاكسيون نون سولمون بور لي بيان اي سيرفيس مي اوسي بور لي سالير.
دونك هذا النظام ديال السوق، نظام ديال لو مارشي، هذا الميكانيزم ديال لو مارشي، يعني في كل شيء، يعني في المارشي دو بيان اي سيرفيس المنتوجات كيتم تحديد الثمن ديالهم حسب قانون العرض والطلب، وايضا في قانون يعني في لو مارشي دو ترافاي في سوق الشغل، يعني الاجره او لا لو سالير كومبري كتحدد حسب طلب او عرض الاعمال او عرض الشغل، وهكذا دواليك في جميع انواع الاسواق. ايضا من بين الاعمده اللي كيعتمد عليها النظام الراسمالي هو لا ليبرتي، ليبرتي ولا ليبرتي دو شوا، حريه الاختيار، حريه الاختيار اون ماتيير دو كونسوماسيون دو برودكسيون اي دانفستيسمون، يعني يعني حريه الاختيار فيما يخص الاستهلاك والانتاج والاستثمار. Donc un client mécontent peut acheter d'autres produits. يعني واحد الزبون اللي هو غير راضي على واحد المنتوج يمكن ليه انه يبدل ويشتري منتوج اخر. Un investisseur placé son argent dans un projet plus lucratif. يعني واحد المستثمر اللي غير راضي على المردودية ديال واحد المشروع يقدر يستثمر النقود ديالو في مشروع اخر اكثر ربح واكثر يعني مردودية. Et un travailleur peut quitter son emploi pour un autre mieux rémunéré. وايضا واحد الانسان، واحد العامل، واحد المستخدم يقدر يبدل المقاوله اللي خدام فيها والبلاصه اللي كيخدم فيه من اجل واحد العمل اخر اللي كيكون الخلاص فيه زايد وطالع. دونك ايضا لا ليبرتي كما قلنا دو شو. ايضا كاين عندنا لو رول، لو رول، لو رول ليميتي، لو رول ليميتي دي بوفوار بوبليك، le rôle limité des pouvoirs publics. يعني الدور المحدود اللي كتلعبو الدولة او لا اللي كتلعبو السلطات العمومية. دونك ما عندهاش واحد الدور كبير في الدخل في الاقتصاد. دونك يدواف بروتيجي لي دووا دي سيتويان اي مانتينير ان انفيرومون بروب اي فافوريزي لو بون فونكسيونمون دو مارشي. دونك الدور ديال السلطات العمومية فقط كيتجلى في الحماية، في الأمن وحماية حقوق المواطنين، وأيضا الحفاظ على واحد المحيط، واحد الجو يعني جيد ولائق من أجل يعني الاشتغال الأفضل والأمثل ديال السوق. دونك السوق كيخدم أوتوماتيكمون، كيخدم راسو، الأثمنة كتحدد حسب قانون العرض والطلب داخل واحد السوق، فالسلطات العمومية ما عندها حتى شي دخل، فالدخل ديالها محدود على كيبقى في اطار يعني الحمايه والامن وتوفير الجو الملائم من اجل العمل يعني الجيد ديال هذاك لو مارشي. دونك اذا حسب دونك ملي كنهضروا على لو رول ليميتي ديال الدوله وديال السلطات العموميه، فحسب يعني القوه ديال هاد لي بيلي اللي شفنا كامله، عندنا مجموعه من الاشكال ديال النظام الراسمالي، ديفيرونت فورم دو كابيتاليزم. دونك غنخرجوا دابا من هاد النظام الراسمالي. فهاد النظام الراسمالي فيه انواع، كاين عندنا لي زيكونومي دو مارشي، كاين عندنا لي زيكونومي كيتسماو لي زيكونومي de marché. Les économies de marché, yani la réglementation des marchés est minime ou inexistante. Yani ma kinch wahed el qawanin li katnadam amal souq, yani ou anna kin ba'd el qawanin li hiya da'ifa jiddan wa qalila jiddan. Hadi mini kanhadrou ala les économies de marché. Yani wahed el iqtisad dial el souq, souq kitsarraf bishekl tilqa'i, souq kitsarraf bishekl automatique. وعندنا لي زيكونومي ميكست، يعني لي زيكونومي ميكست، يعني هاد لي زيكونومي ميكست الاقتصاديات المختلطه. دونك لو مارشي جو ان رول بريبونديرون مي لي بوفوار بوبليك لو ريغلمونت دافونتاج. يعني في هاد لي زيكونومي ميكست طبعا السوق كيلعب واحد الدور مهم جدا،
ولكن السلطات العمومية والدولة كتتدخل في هذا السوق وكتبدل فيه بعض المسائل وبعض القوانين وكتغير فيه بعض المسائل. دونك دون كوريجي لي ديفايونس بوليسيون انكومبرومون اكسيتيرا، يعني تقدر السلطات العمومية كتدخل باش تصحح بعض اوجه النقص واوجه يعني الضعف، بحال التلوث، بحال يعني مثلا في واحد الميناء كيكون عندنا الزحام ديال السلعة اكسيتيرا. تقدر دو بروموفوار لو بيان اتر سوسيال، يعني الدولة كتدخل من اجل حماية المستخدمين واجل حماية المستأجرين، باش اننا نحافظوا على الحياة ديالهم والسعادة ديالهم والمجتمع يكون سليم جدا. Ou pour d'autres raisons comme la défense ou la sécurité publique, le capitalisme mixte est actuellement le modèle dominant. Et dans l'état de l'économie mixte, le capitalisme mixte, on est dans le rassemblement des mortels. Donc, il y a l'himaya, qui est là, et dans l'himaya de l'aide de l'Ola. توفير واحد الجو آمن. اذا هاد لي زيكونومي ميكس اولا النظام الرأسمالي اللي هو لو كابيتاليزم ميكس، هو يعني الموديل او النموذج المستعمل بشكل على نطاق واسع في يومنا الحاضر. دونك دابا غنشوفو لا ليفولوسيون دو كابيتاليزم، يعني ديبوي لا بروميير ريفولوسيون اندستريال، يعني l'évolution du capitalisme l'évolution du capitalisme depuis la première révolution industrielle. Donc mundo الثورة الصناعية الأولى، يعني اللي بانت في 1750 أو 1760 كما شفنا مع رياضياتنا. دونك قلنا بأن الثورة الصناعية دازت من مجموعة من المراحل. دونك المرحلة الأولى كانت 1700 منذ 1750، والمرحلة الثانية منذ 1870. دونك المرحلة الأولى 1750، دونك في هاد الحالة هادي، في هاد المرحلة الأولى ديال النظام الرأسمالي. دونك قلنا ليفوليسيون ديال الكابيتاليزم، التطور ديال النظام الرأسمالي من المرحلة الأولى ديال الثورة الصناعية. يعني ليفوليسيون سو كاركتيريز باغ لو باساج دين سوسيتي à dominance agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. يعني التطور كيتميز بانه يعني بالانتقال من واحد المجتمع اللي كتسيطر فيه الفلاحه كتسيطر فيه الزراعه لواحد يعني والصناعات اللي هي الحرف التقليديه جدا قديمه جدا صناعه تقليديه لواحد المجتمع اللي كتسيطر عليه يعني التجاره صدير والتجارة الخارجية والتصنيع والاندستريال. دونك لو كابيتاليزم مودرن اي ني افيك لا ريفوليسيون اندستريال، يعني النظام الرأسمالي كما كنشوفو حاليا تمت الولادة ديالو والخلق ديالو مع هذيك الثورة الصناعية اللي بانت في القرن 17 18 19. دونك الي اسوسيي او ديفلوبمون لور دو لا ريفوليسيون اندستريال دي سوسيتي دو كابيتو. دونك هو كيرتبط يعني بالتطور ديال الثورة الصناعية في المجتمعات الرأسمالية. لا كومبينيزون دي برينسيبو فاكتور دو كابيتاليزم، دونك لي كابيتو اي لو ترافاي ا جينيري ان نوفو بروفي كي ا انتريني لا ترانسفورماسيون دو لانفيرونمون. يعني التجميع يعني والجمع بين هاد العوامل الأساسية ديال النظام الرأسمالي، يعني الرأسمال، العمل، وهاد المسائل، هادشي عطانا واحد الارباح جديدة اللي عطاتنا واحد التحولات في المحيط ديال المقاولة وفي الاقتصاد. دونك لو كابيتاليزم سي انستالي
dans la société dans le cadre du développement des marchés. Donc, les dames rassemblées, il y a déjà le mouchama, il y a un état de l'assoir, de l'assoir, de tout ça, ou de l'assoir. Quatre facteurs principaux caractérisent le capitalisme. Il y a ni qui n'a d'un بعد ال كي عندنا يعني بعض ال بعض ال بعض الخصائص بعض العوامل اللي كتخلي اللي كتطبع لينا هذا الكابيتال يعني فاكتور برينسيبو فاكتور برينسيبو كي كاركتيريز caractérise caractérise le capitalisme يعني عوامل يعني أساسية اللي كتطبع علينا هذا النظام الرأسمالي la croissance démographique rendue possible grâce au progrès de l'hygiène de la médecine et par une alimentation abondante يعني واحد الثورة ديموغرافية واحد نمو ديموغرافي قوي يعني بفضل التطور ديال النظافة وديال الطب بفضل التغذية المتوفرة والجيدة هذا الشيء عطانا واحد النمو ديموغرافي مهم لا ريفوليسيون اغريكول روندي بوسيبل غراس على ميكانيزاسيون دو لاغريكولتور على موديفيكاسيون دي ميثود دو كولتور au recours à une alimentation de substitution. Il y a une thawra fi filaha, une thawra filahiya, bi fadl el maknana dial filaha, bi fadl yani yani istibdal طرق جديده في الزراعه ويعني اللجوء الى يعني مجموعه من الاختيارات في التغذيه يعني ولينا كنلجوا مجموعه من الحبوب مجموعه من الفواكه ومجموعة من الخضار بفضل الآلات الجديدة وبفضل الطرق والتقنيات الجديدة في الزراعة ليميتاسيون كولتوريل دونك التحولات الثقافية والفكرية لا سوسيتي سو سوستري دو لا توتيل دو ليغليز توجور كريتيك افيك لو كابيتاليزم كومونس ا كومبروندر كيل يا اون بوسيبيليتي داكوميلي لو كابيتال اي كيل اي امبورتون de promouvoir l'initiative privée. Il y a un mouchdama qui est très bien de la dogme et de la sétara de la canisa qui est en train de l'intage ou de l'intérêt de la sétara 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 ومن أنها تبادر وتحصل على رأس المال وتقوم بعملية الإنتاج وعملية الاستثمار من أجل تحقيق أرباح يعني مبقيناش كنحتاجو أننا راضين بذلك الوضع ديالنا وكنقولو هذا الشيء اللي قسم لنا الله وصافي فإننا ولا عندنا قدرة أننا كنحاولو نديرو واحد المبادرات شخصية من أجل الإنتاج والبحث عن الربح أكثر وتحررنا من ديك السيطرة والدغمائية ديال الكنيسة اللي كانت حابسانا في واحد الواقع ديال الفقر والعبودية دونك لي انوفاسيون ماجور كي بيرميت داكرواتر لي غان دو برودكتيفيتي باغ اكزومبل لا ماشين فابور لو ترونسبور ماريتيم اكسيتيرا يعني بانوا بعض الاختراعات وبعض الابتكارات الاساسية جدا اللي مكننا باش نزيدوا الارباح ديالنا ونزيدوا من الانتاجية كمثال على ذلك الآلة البخارية وكمثال على ذلك يعني وسائل النقل وأبرزها وسائل النقل البحري يعني البواخر اللي كانت تطورات في ذلك الوقت لسور دو لاندستري ماركي بار لو ديفلوبمون دو ليكستراكسيون مينيير شاربون فير كويفر اكسيتيرا كي ديفلوبرا لاندستري ميتالورجيك يعني الصناعة عرفت واحد الانفجار وواحد الازدهار خطير جدا يعني طبعا بفضل التطور ديال يعني
عملية استخراج المادة الأولية واستخراج المعادن من المناجم. يعني الصناعة طبعا كتحتاج لواحد المادة أولية، أي صناعة كتحتاج لمواد أولية، فبفضل استخراج واحد العدد هائل ديال المواد الخام وديال المادة الأولية من المناجم كالفحم الحجري كالحديد كالنحاس إلى غير ذلك، هالشي اللي غادي يطور لنا من بعد المسألة ديال الصناعات الثقيلة وصناعة الحديد وصناعة الصلب إلى غير ذلك. أيضا دي ريجيون اندستريال سو كري اتير مان دوفر كي كيت لي شون، يعني بعض المناطق الصناعية اللي بدات كتخلق بدات كتظهر وبدات كتجيب واحد اليد عاملة، هذيك اليد العاملة اللي كانت في العروبية بدات كتمشي كتجي من العروبية ومن الفلاحة وكتجي تخدم في المدن. دونك لي موتور ا ايسونس بيرميت لو ديفلوبمون دو لوتوموبيل، دونك هذوك المحركات اللي كتخدم ب يعني بالبنزين، المحركات اللي كتخدم بالوقود اللي مكنات واحد التطور في عالم السيارات وفي عالم المحركات والمركبات. لي لوكوموتيف ا فابور ريكلام لو ديفلوبمون دي شومان دو فير لي ترونسبور كوليكتيف سو ديفلوب، يعني هذيك المقطوره اللي كتخدم بالآلة البخارية، يعني اللي طورت ليا العالم ديال السكك الحديدية وديال القطارات ومجال النقل بشكل عام. دونك هذه هي المسائل العوامل الأساسية اللي كتطبع ليا النظام الرأسمالي. دونك نظام رأسمالي اللي كيعتمد على هذه العوامل اللي شفنا من بعضياتنا. إذا غنشوفوا دابا لي ميوتاسيون les mutations du capitalisme. يعني les mutations du capitalisme، يعني التحولات ديال هذا النظام الرأسمالي، التحولات اللي جابها لنا هذا النظام الرأسمالي. اولا la croissance économique، يعني واحد النمو اقتصادي. la croissance économique يعني au 19e siècle l'explosion démographique européenne est remarquable. يعني في القرن 19 النمو الديموغرافي الاوروبي كان ملحوظ. cet accroissement s'explique par la baisse de la mortalité et par une forte natalité due au progrès scientifique. يعني هذا التطور والانفجار الديموغرافي ناتج على واحد الزياده في الولادات والنقصان في الوفيات بفضل التطور العلمي. cela amorce le phénomène de la migration surtout vers les USA et ensuite vers l'Australie. يعني هذا الشيء غيبدا ليا الظاهره ديال الهجره، خصوصا الهجره الى الولايات المتحده الامريكيه والارض الجديده امريكا والهجره الى استراليا. donc l'exode rural lié à la mécanisation agricole a entraîné le déplacement des paysans vers les grandes agglomérations urbaines pour travailler en tant qu'ouvriers ou petits employés. يعني الهجرة القروية اللي كانت عندها علاقة بالمكننة ديال الفلاحة اللي جابت ليا، يعني الهجرة ديال هذوك الفلاحة من العروبيات إلى واحد التجمعات سكنية وحضرية كبيرة من أجل العمل كعمال داخل هاد العمال صغار داخل المصانع وإلى غير ذلك. دونك هادي لا كرواسونس ديموغرافيك. دونك هادي لا كرواسونس ديموغرافيك، ديزولي انا قلت لكم ايكونوميك، لا كرواسونس ديموغرافيك يعني وقع ليا واحد النمو اقتصادي اللي نتج عليه نمو في ديموغرافي، نتج عليه واحد الزيادة في الولادات ونقص في الوفيات. يعني بفضل يعني الابحاث العلميه اللي بدات كتحسن من جوده الحياه، وبدات ليا واحد الظاهره ديال الهجره الى امريكا والى استراليا، وايضا الهجره القرويه بفضل الالات اللي ولينا كنستعملوها في الفلاحه، وهذا الشيء اللي غيؤدي الى هجره مجموعه من الناس من الفلاحين للمدن باش يكونوا تجمعات مدنيه وحضاريه اللي كتخدم كعمال في المصانع.
ايضا بانوا لي دي كلاس، يعني لي كلاس سوسيال، يعني لي كلاس سوسيال، بانوا دي كلاس سوسيال يعني طبقات في المجتمع. دونك لي ريش بروبريتير تيريي ترانسفورمي اون كابيتان دانديستري ريست او سومي دو لا بيراميد سوسيال، يعني هذوك الناس اللي كيملكوا الاراضي، الاغنياء اللي كيملكوا الاراضي، ولاو هما الناس اللي عندهم الشركات وكيقودوا صناعات، وبقاو هما اللي في راس الهرم ديال المجتمع. بانت لي الطبقه البرجوازيه اللي فورمي بار لو جروب سوسيال qui détient les moyens de production, banques, usines, terres, commerces, qui contrôlent l'activité économique et par là la vie politique et culturelle. Et ni cette tabaka bourgeoisie que تشكل واحد المجموعه ديال المجتمع اللي عندها يعني وسائل الانتاج، عندها الابناك، عندها المصانع، عندها الاراضي، عندها التجاره، وهي اللي كتحكم ليا في النشاط الاقتصادي وايضا الحياه السياسيه والثقافيه. وايضا الطبقه الثالثه هي لو بروليتاريا او لا الطبقه البروليتاريا او الطبقه العامله. دونك ليكسبلوزيون ديموغرافيك اي لا ميكانيزاسيون دو لاغريكولتور اون اونجندري ان طو دو شوماج ايلفي دون لي كومبان اوروبيان، يعني الانفجار الديموغرافي والمكننه ديال الفلاحه جابت ليا واحد النسبه ديال النمو مرتفع والعروبيات يعني في اوروبا ما بقاوش لاقين الناس اللي يخدموا، يعني الناس ما بقاوش لاقين خدمه لان ولات آلات الحصاد ولات آلات الحرث الى غير ذلك. دونك سيغتان بيي ايميغ فيغ لي بيي نوفو امريك اوستراليا اكسيتيرا، دوطر بخيل لو شومان دو ليكزود فيغ لي سونتر اوربان او يل سو فون امبلويي دون لي زوزين دي ميزون دو كوميرس دي بانك اكسيتيرا. يعني هذا النمو الديموغرافي الكثير جدا بفضل المكنه ديال الفلاحه عطاني واحد نسبه البطاله عاليه في القرى، والناس والفلاحه بداو كيهاجروا لمدن جديده ودول جديده كاستراليا وكامريكا، او الهجره القرويه الى المدينه، يعني التوجه الى مراكز حضريه حيث كيتم الاشتغال ديالهم كعمال في المصانع وكعمال في يعني في الشركات يعني التجاريه وفي الابناك. اذا الان غنشوفوا يعني لي كونسيكونس دو كابيتاليزم، يعني النتائج والامور اللي ترتبت على الكابيتاليزم. المخلفات ديال لو كابيتاليزم والامور اللي كنتيجه لهذا لو كابيتاليزم اشنو كان عندنا. دونك كنتيجه لهذا لو كابيتاليزم sur le plan économique, sur le plan économique على المستوى الاقتصادي، inégale répartition des richesses avec des zones de capitalisme triomphantes et des zones avec forte concentration industrielle. دونك على المستوى الاقتصادي كانت عندي واحد التوزيع غير عادل للثروات ما بين واحد المناطق اللي فيها الرأسماليه مرتفعه جدا، وما بين واحد المناطق اللي التصنيع واللي التصنيع كان فيه كان قليل. يعني بانوا دول ومناطق وجهات اللي فيها التصنيع وفيها الثوره الصناعيه وفيها المقاولات وفيها العمل، وبانوا مناطق اللي ما فيهمش تصنيع وما فيهم والو. دونك كان واحد التوزيع غير عادل للثروه. نيسونس دو لا كريز ايكونوميك. دونك من بين النتائج اللي جاب لنا هذا النظام الراسمالي هو ظهور ما يسمى بالازمه الاقتصاديه. الازمه الاقتصاديه على المستوى الاقتصادي، بمفهوم مصطلح الازمه الاقتصاديه، ظهر مع النظام الرأسمالي. دونك sur le plan social، يعني sur le plan social على مستوى مستوى الاجتماعي. دونك لو كابيتاليزم ا انتريني لا ديفيزيون دو لا سوسيتي اون دو كلاس اوبوزي،
يعني هذا النظام الرأسمالي خلق لي واحد التقسيمة داخل المجتمع، الجوج ديال الطبقات يعني في صراع وفي تضاد. دونك عندي لا بورجوازي، الطبقة البرجوازية اللي هي كونستيتيي دو بيتي كوميرسون اي دو ريش بروبريتير لي زونتربريز اي لي غران باترون تري سوفون سوتني بار لا كلاس بورجواز. يعني هذه الطبقة البرجوازية، الطبقة الأرستقراطية، كانت كتكون من التجار ومن الأغنياء اللي كيملكوا المقاولات، ومن هذوك المشغلين الكبار اللي كانوا أيضا مدعومين من طرف هذه الطبقة البرجوازية. دونك هذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هو البروليتاريا أو الطبقة البروليتاريا أو الطبقة العاملة اللي كانت فورمي دوفريي اكسبلواتي بار لا بورجوازي، يعني كانت كتشكل بشكل أساسي من العمال اللي كيتم استغلالهم من طرف الطبقة البرجوازية. دونك لا كلاس دي غران بروبريتير كي بوينت سور لو سوتيان دو لا بورجوازي. يعني يعني هاد الناس، هاد الطبقة العاملة أو الطبقة البروليتاريا، كان كيتم استغلالها من طرف البرجوازي، كان كيتم استغلالها من هادوك الملاك، الناس اللي كيملكوا المقاولات وكيملكوا الأراضي، اللي كانوا دائما كيحصلوا على الدعم ديال الطبقة البرجوازية. دونك على المستوى الاجتماعي هادو هما الطبقات اللي بانوا. أما على المستوى السياسي، sur le plan politique sur le plan politique كانت عندنا une nouvelle doctrine, le libéralisme fondé sur le libre échange. Sa devise est laisser faire, laisser passer. Donc